قال وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح أن إن لجان الطوارئ في المحافظة بدأت عملها فور هطول الأمطار ووقوع العواصف، حيث شرعت في تنفيذ خطة الطوارئ الخاصة بالكوارث التي تم إعدادها مسبقا. احتياجات سواء كانت في إيجاد الإيواء والمأوى والغذاء، وفي الحقيقة بادرت السلطة المحلية بما في وسعها كمرحلة أولى في توفير 500 خيمة مع توابعها من الإيواء والمأوى للأسر المضررة. اليوم حاجتنا في 3 أشياء: إيواء، مأوى، وغذاء، حتى نستطيع أن نخفف على النازحين، بالذات المخيمات التي في الحقيقة كانت كلياً تضررت. نحن الآن في الميدان نتابع الفرق وتجميع ما يحتاج هؤلاء النازحين من تخفيف المعاناة لهم. الكارثة كانت كبيرة، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل سنتجاوزها. كان هناك لدينا مشاكل في القطاع الكهرباء، لا زال المهندسين اليوم يواصلون أعمالهم واستبدال ما تم تدميره لإعادة، وفعلا تم إعادة التيار الكهربائي إلى معظم تقريبا 90% من المناطق التي تضررت. واليوم الفرق هي على قدم الوساق. ما يخص بالنسبة للنازحين اليوم، الفرق سواء كانت من الوحدة التنفيذية أو من المنظمات الأممية والدولية الإنسانية هي في الميدان، ونسعى في خلال 3 أيام أو هذه الأيام الذي نعيشها في سد حاجة الذين تضرروا وأيضا تخفيف معاناتهم. تم هناك تدخلات نقل بعض الأسر إلى المدارس المجاورة، وإن شاء الله نحن مستمرون في تخفيف المعاناة على النازحين في هذه المحافظة.